الرئيس السيسي يبحث ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية تطورات الأوضاع الإقليمية والمشهد بالشرق الأوسط. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليته البرية شمال مخيم النصيرات وسط غزة، وبرنامج الأغذية العالمي يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار للتغلب على المجاعة. إيران تهدد برد نقاص على أي تحرك لاستهداف مصالحها، وإسرائيل تدعو لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وعقوبات أمريكية مرتقبة على طهران. 3:00 مساء بتوقيت القاهرة، 1:00 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي نارشكين. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإقليمية ومكافحة أو ملفات مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع الدولية لا سيما في أوكرانيا وأفغانستان. هذا وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كما تم تأكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. انطلقت المرحلة الثانية للقافلة السادسة للمساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وتضمنت القافلة أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات.
بعد أيام قليلة من إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، انطلقت على الفور المرحلة الثانية للقافلة التي تتضمن أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات. القافلة مكونة من 126 قاطرة محملة بمواد غذائية ومواد طبية ومياه معدنية وملابس وبطاطين وخيام ومراتب، يعني حوالي 2060 طن مواد غذائية و185 طن مياه معدنية و64 طن مواد طبية و21 طن ملابس وبطاطين و20 طن خيام ومراتب. جملة التريلات اللي موجودة النهاردة 126 تريلا، بنك الطعام المصري بيشارك ب 40 تريلا منهم، 34 تريلا من الشاحنات الخاصة ببنك الطعام محملة كل شاحنة ب 1200 طرد مواد غذائية، 6 شاحنات محملة برز ودقيق. مشاركة بنك الطعام المصري باستمرار بتبقى مواد غذائية وفقا للاحتياج الموجود. احنا بنتواصل مع الجانب الفلسطيني عشان نعرف ايه الاحتياج الموجود عشان نلبيه في الطرود او المواد الجافة اللي احنا ايه بنبعتها. جملة عدد الاطنان المشاركين بيها النهاردة 646 طن، متوسط الشاحنة الواحدة بيكون 16 طن. وفي ظل ما يعانيه قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء والأدوية، جهز التحالف في هذه القافلة أكثر من 2000 طن من المواد الغذائية بالإضافة ل 64 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن عدد من الخيام والمراتب والمياه المعدنية. يشارك في القافلة مؤسسات التحالف الوطني التي تواصل العمل على قدم وساق لتجهيز عدد من القوافل الإنسانية منذ بدء الأزمة. صناع الحياة بتشارك بخمس شاحنات، خمس شاحنات دي تضم بعض المساعدات الغذائية عشان يكون إجمالي المساعدات اللي قدمناها 180 شاحنة خلال الست قوافل اللي طلعت. المساعدات الغذائية دي بتختلف من مساعدات غذائية، مساعدات صحية، معونات شتاء، ودي بتقدم لأهالينا في غزة بشكل دوري مستمر من خلال القوافل اللي بتتم من خلال التحالف الوطني. قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في قطاع غزة في إطار سياسة مصر الراسخة بدعم القضية الفلسطينية. محمود جميل، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور طلعت عبد القوي رئيس لجنة تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بداية دكتور طلعت وبعد التحية، يعني اليوم هو اليوم 93 بعد 100 في الحرب على غزة، وأيضا يعني اتساع أمد الحرب، وما زال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم بدوره على أكمل وجه لتقديم كافة المساعدات الإغاثية والغذائية وأيضا الأدوية إلى غزة. يعني اليوم انطلقت المرحلة الثانية للقافلة السادسة، ماذا تشمل هذه المرحلة؟ والمرحلة دي تشمل يعني كمية كبيرة جدا من المساعدات، صورة مستلزمات غذائية طبية، مستلزمات طبية، مياه، خيام، ملابس. بنتكلم في 250 قافلة، بنتكلم في أكثر من 4009 طن، تشمل كل المواد اللي أنا قلت عليها، ودي من أكبر القوافل في المراحل الستة. المرحلة الأولى زي ما حضرتك عارفة بدأت في يعني مع بداية الأزمة في يوم 10 أكتوبر، وكانت تشمل 108 يمكن قافلة أو قاطرة. النهاردة بتتزايد كل مرة، النهاردة بنوصل إلى 250 قاطرة محملة كل ما يلزمه الجانب الفلسطيني. في طبعا تنسيق مع الجانب الهلال الأحمر الفلسطيني والأجهزة المعنية اللي بتسهل إجراء دخول المساعدات والمواد الأساسية، وإحنا مستمرين، وده بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إحنا بنقول يعني الأزمة لا زالت مستمرة، الظروف الإنسانية صعبة، وعشان كده المجتمع الأهلي في مصر وفي مقدمته التحالف الوطني للعمل التنموي، اللي كان في 12 كيان
من كيانات المجتمع الأهلي بتشارك في تلك القافلة يعني بشكل جيد جدا. في عدد كبير من المتطوعين يرافق القافلة منذ خروجها من مركز القاهرة أو المحافظات المختلفة إلى منطقة الحدود عبر الحدود، وبيكونوا حريصين كل الحرص على ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل طيب. وطبعا ده دور مصر اللي بتقوم به فضلا عن الدور الكبير والدور السياسي اللي بيقوم به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية سياسيا ويعني ورفض كل هذه الانتهاكات اللي تتم بعد مرور 193 يوم. وبنقول طبعا موقف مصر ثابت وموقف قيادة مصر ثابت، وهو طبعا لا تهجير للفلسطينيين إلى أراضي مصر إلى سيناء، لأن ده معناه القضاء على القضية بشكل كامل. أيضا نعم للدولتين، أيضا نعم لدعم الأسر ودعم الشعب الفلسطيني، وأهلا باستقبال الفلسطينيين الجرحى والمصابين ومرافقيهم. ويمكن مستشفياتنا وزارة الصحة طبعا يعني يمكن تستقبل كل يوم عبر المنفذ أعداد من الإخوة المصابين من الأطفال المبتسرين، والحمد لله بيتلقى كل الخدمات العلاجية. ويمكن الأمين العام للأمم المتحدة لما جه زار المعبر وزار المستشفيات، والكل بيشيد بما يتم من خدمات صحية وإنسانية ومساعدات لأشقائنا في فلسطين الحبيبة. دكتور طلعت، كيفية التنسيق والمشاركة بين كافة كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتغطية كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية التي يحتاجها أشقاؤنا في غزة؟ طبعا تنسيق كامل. التحالف الوطني منذ أن بدأ يعني من اندلاع الأزمة من أكثر من فترة 193 يوم، وطبعا التحالف حريص كل الحرص ان بينسق بين الكيانات وبين الجمعيات والمؤسسات والكيانات الاعضاء في التحالف، بحيث ان احنا ما يبقاش في نوع من انواع الازدواجيه في المساعدات، بحيث يبقى في تكامل في المساعدات. وده بيتم مركزي عن طريق التحالف وعن طريق يعني الاداره المركزيه، اللي بقى فيه بيتم تنسيق اللي بنضمن كل المستلزمات تبقى متوفره بشكل متكامل. يعني مش ممكن هتكون القافله كلها مثلا ادويه او كلها مواد غذائيه او كلها مياه، ولكن بيبقى في التنوع. وطبعا ده بالتنسيق ايضا مع الجانب الفلسطيني اللي هو ادرى بالاحتياجات. نعم. يعني وطبعا احنا بنلبي كل رغباتهم، والحمد لله يعني دور مصر دور رائد ودور محترم. وانا باكد دايما في كل لقاءاتي ان الحمد لله احنا بنشارك كمجتمع اهلي بجمله 80% من جمله المساعدات الانسانيه اللي دخلت غزه. يعني العالم كله بيشارك. نعم. بحوالي 20%، ولكن مصر رغم يعني الظروف الاقتصاديه الصعبه. نعم. الدوله، ولكن هي السياسيه وحرصها على ان دعم الشعب الفلسطيني واضح بالفعل كافه المجهودات التي يقوم بها التحالف الوطني والكيانات التابعه له. شكرا جزيلا الدكتور طلعت عبد القوي رئيس لجنه تاسيس التحالف الوطني. قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزة. وقالت رافينا شمدساني المتحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحفي بجنيف، قالت إن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، مكررة دعوات من أجل سماح بوصول المساعدات دون قيود. وتواجه إسرائيل التي تنفي عرقلة الإغاثة الإنسانية لغزة ضغوطا دولية متزايدة للسماح بدخول مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة، منذ أن قصفت قافلة مساعدات في الأول من إبريل نيسان، ما أسفر عن مقتل عمال إغاثة دوليين. The unnecessary and excessive use of force by security.
أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33,843 شخصا وإصابة 76,575 شخصا. كما ناشدت السلطات الصحية المؤسسات المعنية بتوفير مولدات جديدة أو العمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات، وذلك بعد تزايد احتمالات توقف المولدات التي تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة في اليوم 193 من حربه المستمرة منذ طوفان الأقصى في 7 من شهر أكتوبر الماضي. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مسجد شهداء الفخورة غرب مخيم جبلية شمال القطاع، ما تسبب في دمار هائل في المنازل المجاورة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى لم يتم إحصاء عددهم على نحو دقيق حتى الآن. ووسط القطاع تواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف على مخيم النصيرات لليوم 6 على التوالي، ما أدى إلى وقوع 5 إصابات على الأقل وأضرار كبيرة في الممتلكات. وقصفت طائرة الاحتلال عددا من المنازل في المغارقة ومدينة الزهراء المجاورة. وفي خان يونس جنوبا قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء خاصة في المناطق الشرقية وهي عبسان وبني سهيلة وخزاعة وسط دمار كبير في الممتلكات والبنى التحتية المدمرة بالكامل. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات على دير البلح وخان يونس يحذر فيها السكان من العودة إلى شمال قطاع غزة. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس رسالة موجهة إلى سكان قطاع غزة أن منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة قتال خطيرة، مكررا الدعوة للسكان بالبقاء في الجنوب وتجنب محاولة العودة إلى الشمال مرة أخرى. دعا برنامج الأغذية العالمي إلى تنفيذ وقف إنساني لإطلاق النار وإمكانية الوصول للمناطق كافة في غزة للتغلب على المجاعة هناك. وأضاف أن العديد من الرضع والأطفال لقوا مصرعهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة تحديدا، بينما تواصل إسرائيل منع وصول فرق الإغاثة. دعا البرلمان العربي لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف على الانتهاكات الجسيمة وغير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخلها. وفي بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل، طالب البرلمان العربي ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير أن قادة الحرب في إسرائيل لا يثقون ببعضهم البعض بعد الحرب على غزة. وذكرت صحيفة في تقرير أنه بعد مرور 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، أصبح الرأي العام الإسرائيلي متشككا حول كيفية تحقيق النصر، مشيرة إلى أن الضغائن والخلافات المستمرة منذ فترة طويلة أدت إلى توتر العلاقات بين صناع القرار في إسرائيل، وهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس. أكد المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي انكماش الاقتصاد بنسبة 21% في الربع الرابع على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث بسبب تداعيات الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأضاف مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن هناك انخفاضات حادة بنسبة 22.5% في الصادرات وبنسبة 26.9% في الإنفاق الخاص وبنسبة 67.9% في الاستثمار في الأصول الثابتة وبنسبة 42.4% في الواردات في الربع الأخير. وأفاد المكتب بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس الماضي من 2.5% في فبراير. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خطورة التصعيد الذي بين إيران وإسرائيل على المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، شدد الصفدي على أن وقف التصعيد يتطلب وقف أسباب التوتر، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو ضمان ألا يرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الهجوم الإيراني. كلنا ضد التصعيد، التصعيد خطر علينا جميعا، وشهدنا التصعيد الخطير الذي تم قبل أي أيام. ووقف التصعيد يتطلب وقف أسباب التوتر. إيران ردت على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق وقالت إنها لن تذهب أبعد من ذلك وإنها لن تصعد أكثر. التحدي الآن هو أن نضمن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يرد ولا يصعد أكثر ولا يحاول أن يبعد الانتباه عن غزة وعما يجري في غزة للتركيز على المواجهة الإيرانية الإسرائيلية. لا نريد التصعيد. الخطوة الأولى في وقف التصعيد هي وقف العدوان على غزة، وقف المجاعة في غزة، وهذه المجاعة سببها أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كافي إلى غزة، وتمنع حتى الأمم المتحدة من القيام بدورها في استلام المساعدات وفي إيصالها. ومن جانبها، أكدت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت أن الجهود التي تقوم بها الأردن ومصر وقطر لإنهاء الأزمة تهدف لتشكيل الطريق نحو وقف إطلاق النار. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني، شددت بيربوك على أنه لن يتوقف العمل على إنهاء الحرب في غزة. الجهود التي تقوم بها الأردن وأيضا مصر وقطر من أجل إطلاق سراح الرهائن، والهدف هو أن من خلال ذلك يتعين أن يتشكل الطريق نحو وقف إطلاق نار دائم، وهذا ما نقوم به بشكل مشترك، ولن نكف عن هذا العمل، لن نكف عن العمل من أجل وضع حد لهذه الحرب، لإنهاء هذه الحرب، وضع حد لهذا الصراع. أفادت محطة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن واشنطن لا تنوي المشاركة في الرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل، مرجحين أن يكون الرد محدودا وقد يتضمن ضربات على القوات الإيرانية وحلفاء طهران في الخارج. وأفاد المسؤولين الأمريكيين أن نظرائهم الإسرائيليين أطلعوهم على خيارات الرد المحتملة، ومن بينها تنفيذ ضربات في سوريا دون تحديد كيفية الرد. وأشاروا إلى أن الرد قد يستهدف شحنات أو مرافق تخزين لأجزاء صواريخ متقدمة أو أسلحة مرسلة إلى حزب الله.
أكد مسؤول إسرائيلي أن حكومة الحرب تعتزم عقد اجتماع اليوم لبحث الرد على الهجوم الإيراني، كما حث وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الدول على فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيرانية وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. من جانبه شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن بلاده سترد بشكل قاس على أي تحرك يستهدف مصالحها. وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، تتزايد الضغوط الدولية على تل أبيب وطهران لضبط النفس بعد أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل. يأتي هذا في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني دون أن يكشف عن تفاصيل هذا الرد، رغم أن هجوم ليلة 13 أبريل والذي تم بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة لم يتسبب سوى في وقوع أضرار بسيطة، حيث زعمت إسرائيل أنه تم إسقاط معظم الصواريخ والطائرات المسيرة. من جانبه حث وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الدول على فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وعلى وقع هذه المطالب الإسرائيلية، فرضت وزيرة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من 500 فرد وكيان على صلة بإيران، زاعمة أن أفعال طهران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية. في المقابل شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية وعلى كل مرتكبيه، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه بعض دول الغرب لإسرائيل يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة. وكانت طهران قد شنت هجومها ردا على غارة جوية إسرائيلية على مجمع سفارتها في العاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل، ولم يسفر الهجوم الإيراني على إسرائيل عن سقوط قتلى وأحدث أضرارا محدودة، لكنه أدى إلى تفاقم المخاوف من نشوب حرب مفتوحة بين الخصمين اللدودين واتساع نطاق الحرب الدائرة في غزة على نحو أكبر. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه من احتمال استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية ردا على هجوم طهران. وأتت تصريحات غروسي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث الوضع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وردا على سؤال بشأن شن إسرائيل ضربة انتقامية تطال المنشآت النووية الإيرانية. قال غروسي إنه يشعر بقلق في هذا الاحتمال، وشدد المدير العام للوكالة على ضرورة أن يمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس. أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو حثت إيران على ممارسة ضبط النفس، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل. وأضافت أن وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا طلبت في الاتصال مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بضمان سلامة الملاحة في مياه المنطقة. عرضت مصر رؤيتها لسبل حل الأزمة السودانية، وذلك خلال مؤتمر باريس لدعم السودان ودول الجوار. ودعت مصر لإقامة مستودعات إغاثية قريبة من الحدود مع السودان للتدخل في حالة حدوث أزمات وإرسال فرق طبية للعمل بالمستشفيات السودانية وإمدادها بالأجهزة الطبية والأدوية وفرق طبية أخرى متنقلة في أنحاء السودان. وأوضحت وزارة الخارجية أن أهم الأهداف والمحددات المصرية لجهود حل الأزمة تشمل التنسيق والتكامل بين مبادرات ومسارات الوساطة المختلفة وتكثيف
كيف العمل على تحقيق وقف إطلاق النار مع بحث الصيغة المطلوبة والمسار الأمثل الذي يضمن سيادة ووحدة سلامة أراضي السودان ويحافظ على مؤسسات الدولة الشرعية من الانهيار؟ أهلا بكم من جديد. وما زلنا في الملف السوداني، حيث تشمل المحددات المصرية لجهود حل الأزمة التنسيق والتكامل بين مبادرات ومسارات الوساطة المختلفة. كما تتضمن المحددات المصرية لحل الأزمة السودانية تكثيف العمل على تحقيق لوقف النار هناك. تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر باريس لدعم السودان ودول الجوار بتقديم أكثر من 2 مليار يورو لدعم السودان وجيرانه. تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 350 مليون يورو، في حين التزمت فرنسا وألمانيا الدولتان المشاركتان في رعاية المؤتمر بتوفير 110 ملايين يورو و 244 مليون يورو على الترتيب. أكثر من 2 مليار يورو تعهدت بها الدول المشاركة في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار، دعم مالي دولي مرتقب في ظل استمرار الأزمة في السودان والتي تدخل اليوم عامها الثاني. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 350 مليون يورو، في حين التزمت فرنسا وألمانيا الدولتان المشاركتان في رعاية المؤتمر بتوفير 110 ملايين يورو و 244 مليون يورو على الترتيب. وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 147 مليون دولار وبريطانيا 110 ملايين دولار. وفي كلمته بختام المؤتمر الذي ضم أطرافا مدنية سودانية، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على ضرورة تنسيق الجهود الدولية غير الناجحة حتى الآن لحل النزاع ووقف الدعم الأجنبي لطرفي الصراع. وأدت الحرب بين الجيش وقوة الدعم السريع إلى تدمير البنية التحتية ونزوح أكثر من 8.5 مليون شخص وقطع الكثير من الإمدادات الغذائية والخدمات الأساسية. وتسعى الأمم المتحدة للحصول على 2.7 مليار دولار لتوفير الإمدادات لنحو 25 مليون شخص في حاجة للمساعدة هذا العام. كما تسعى المنظمة الدولية أيضاً إلى جمع 1.4 مليار دولار أخرى لمساعدة البلدان المجاورة التي تأوي مئات الآلاف من اللاجئين. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر تركي أن وزير الخارجية سامح شكري سيقوم بزيارة إلى تركيا خلال أيام. وأضافت رويترز عن المصدر الدبلوماسي التركي أن وزير الخارجية سيبحث التطورات في الشرق الأوسط والأوضاع في غزة مع نظيره التركي هاكان فيدان خلال الزيارة. وأضاف المصدر أن الوزيرين سيقيمان أيضا أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف أن مدنيين لقيا حتفهما بينما أصيب 4 آخرون في غارات جوية شنتها القوات الروسية على الإقليم خلال 24 ساعة الماضية. وقد قصف الروس حوالي 20 بلدة في الإقليم، في ذلك أودي وكوزاشا لوبان وستريليتشا بالمدفعية وقذائف الهاون. أما عن إقليم دونيتسك فقد أعلن رئيس إدارة الإقليم فاديم بيلاتشكين أعلن أن القوات الروسية قتلت شخصا وأصابت 2 من سكان المنطقة في قصف نفذته الليلة الماضية. موسيقى.
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على نصين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل. وأضاف جونسون في مقابلة صحفية أن هناك أحد التشريعات سوف يتضمن أيضا عقوبات إضافية على روسيا وإيران، لافتا إلى أن المشروعين يحاولان إدراج بنود تتعلق بتأمين الحدود الأمريكية. في تطور جديد بعد أشهر من الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن والجمهوريين، يستعد مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع للتصويت على نصين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل. رئيس مجلس النواب مايك جونسون أكد في منشور على منصة إكس بأن المجلس سيدرس مشاريع قوانين منفصلة لتمويل إسرائيل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وتعزيز حلفاء بلاده في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتمرير إجراءات إضافية لمواجهة خصوم واشنطن وتعزيز أمنها القومي. ويعيش الكونغرس الأمريكي حالة انقسام بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ بأغلبية ديمقراطية، حيث عرقل الجناح اليميني في الحزب الجمهوري منذ أشهر حزمة مساعدات ضخمة لكييف قيمتها 60 مليار دولار، ربطت إدارة بايدن إقرارها بتقديم مساعدات أخرى لإسرائيل وتايوان. الرئيس الأمريكي كان قد طلب بتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تبلغ قيمتها مجتمعة 95 مليار دولار، وقد صادق عليها مجلس الشيوخ كحزمة واحدة، لكن رئيس مجلس النواب عرقل إقرارها. وشدد جونسون على أن مجلسه لن يصوت على حزمة مجلس الشيوخ في شكلها الحالي، بل سيصوت على كل من هذه الإجراءات بشكل منفصل في أربعة أجزاء مختلفة. تصريحات جونسون جاءت بعد أن أعلن البيت الأبيض بشكل صريح أنه يعارض إقرار أي مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات لإسرائيل حصرا ويهمل أوكرانيا. وتزايد إحباط أوكرانيا في الأشهر الأخيرة بسبب تأخر الكونغرس الأمريكي في إقرار هذه الحزمة من المساعدات. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن العلاقة الثنائية مع ألمانيا ستستمر في التطور بشكل مضطرد طالما احترم كل منهما الآخر وسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا. وقال الرئيس الصيني للمستشار الألماني أولاف شولتز خلال اجتماعهما في العاصمة الصينية بكين إنه يتعين عليهم أن ينظروا إلى العلاقة الثنائية وأن يطوروها بطريقة شاملة من منظور استراتيجي طويل الأجل. دعت الولايات المتحدة وروسيا والصين في مجلس الأمن لتغيير موقف روسيا ووقف كوريا الشمالية في كلمة أمام الأمم المتحدة، أكد خلالها مندوب الأمم المتحدة لديها وهي ليندا غرينفيلد أن تحفيز كوريا الشمالية لن يؤدي إلا لتشجيعها، داعية إلى ممارسة أقصى الضغوط لإلزام روسيا بالحوار البناء. في مدينة بان مونجوم بكوريا الجنوبية، دعت الولايات المتحدة كل من روسيا والصين إلى تغيير مواقفهما ووقف دعمهما لكوريا الشمالية. دعوة أمريكية جاءت على لسان مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا غرينفيلد، والتي أكدت أن مكافأة تحركات كوريا الشمالية لن تؤدي إلا لتشجيعها، داعية إلى ممارسة أقصى الضغوط على بيونغ يانغ للالتزام بالحوار البناء. تواصل روسيا والصين استخدام عضويتهما في مجلس الأمن لحماية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من المساءلة، ومؤخرا لمنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من التعرف على برنامج الأسلحة غير القانوني لكوريا الديمقراطية والتهرب من العقوبات. وترى الولايات المتحدة أن رفض روسيا التجديد السنوي للجنة الخبراء المتعددة الجنسيات التي تراقب عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية جنبا إلى جنب مع امتناع الصين عن التصويت يمكن كوريا الشمالية من تجنب العقوبات الدولية ويحميها من المساءلة. قتل 20 شخصاً جراء انزلاق للتربة في إندونيسيا بعد هطول أمطار غزيرة وفق ما أعلنته السلطات من إنهائها لعمليات البحث عن الضحايا. وتسببت الأمطار بحصول انزلاق للتربة في قريتين بمقاطعة جنوبي البلاد. وكانت السلطات أعلنت الأحد الماضي أن حصيلة القتلى بلغت 19 قتيلة مع مواصلة البحث عن شخصين مفقودين.
وعثر على جثة امرأة في 43 من العمر وطفلها البالغ 3 أعوام لتنهي السلطات عمليات البحث وتؤكد أن الحصيلة النهائية بلغت 20 قتيلة. أوقدت شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس في أولمبيا القديمة في احتفال تقليدي إذانا ببدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات التي استمرت 7 سنوات لانطلاق الأولمبياد في 26 من يوليو المقبل. وتقدر تكلفة أولمبياد باريس بحوالي 9 مليارات يورو، ومن المقرر تتابع الشعلة بإيقادها في العاصمة الفرنسية خلال حفل الافتتاح. وستستضيف باريس الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة بعد عامي 1900 و 1924. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالنظر لأثر تلك المشروعات في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية. وخلال الاجتماع تم التطرق للخدمات التي يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير القرى المصرية خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع ساهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل، فضلا عن توفير 318 دورة ريادة أعمال وتدريب و 6.294 متدربا ومتدربة، وتقديم نحو 18 ألف فاصل 200 خلال فترة متنوعة، وإصدار 4376 رخصة جديدة. بحثت مصر مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. جاء اللقاء الذي جمع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي وأهمية تلك الجهود في توسيع نطاق تمويل التنمية. كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال 3 محاور. الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. سجلت الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 9.612 مليار دولار مقابل 9.129 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.3%. جاء ذلك في أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024. We'll be right back.
انطلق موسم حصاد وتوريد القمح بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في ظل قرار الدولة بفتح بعض نقاط التسلم لتوريد القمح المحلي مبكرا في 4 محافظات، من بينها صوامع شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد. وتضم المحافظة الموسم الجاري 450,000 دان قمح بزيادة 15,000 دان عن العام الماضي. وتضم منطقة شرق العوينات أكبر المساحات المزروعة بالقمح. على أنغام الفرحة التراثية للراحل محمد عبد الوهاب، القمح الليلة ليلة عيده يا رب تبارك وتزيده، انطلق موسم حصاد الذهب الأصفر وتوريده للشون والصوامع في قرية العبور بمحافظة الوادي الجديد. تم زراعة 328,000 فدان، متوقع إنتاج حوالي من 850 إلى 950,000 طن. إن شاء الله بأمر الله تعالى بدأنا الحصاد، وإن شاء الله بدأنا التوريد. صومعة العوينات استقبلت أول توريدة لمحصول القمح، وصومعة العوينات دي ساعتها التخزينية حوالي 60,000 طن. أيضا صومعة الخرجة استقبلت النهاردة أول يوم شحنة من القمح، ساعتها التخزينية حوالي 45,000 طن. وتماشيا مع جهود الدولة لرفع إنتاجية الفدان، جاءت نتائج الحصاد ووصل معدل إنتاج الفدان إلى 22 أردب، حيث تستهدف الدولة التوسع سنويا في زراعات القمح للحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن. محافظة الوادي الجديد، والتي كان لها نصيب كبير من جهود الدولة في التنمية الزراعية، أعلنت عن بدء موسم حصاد القمح للعام الحالي بمنطقة شرق العوينات في الدخلة كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة. ونهنى ونبارك أهلينا المزارعين في محافظة الوادي الجديد بالحصاد محصول القمح. النهاردة حاجة مبشرة بالخير. الحمد لله إحنا زرعنا محصول القمح، وبنشكر مديرية الزراعة، هي دعمتنا بالحقول الإرشادية ووفرت لنا أكثر من صنف مصري 3 وسخة 95، والحمد لله احنا زرعنا حاليا احنا في موسم حصاد القمح. السنة دي المحصول حلو، احسن من السنة اللي فاتت. وفي المحافظة تسعى الدولة لاستغلال المقومات التنموية الشاسعة في زراعة محاصيل استراتيجية من أهمها محصول القمح، بالإضافة إلى توفير صوامع الغلال بمدينة الخرجة وشرق العوينات لاستيعاب كميات القمح المزروعة، فضلا عن إقامة صوامع أخرى بمدن الدخلة والفرافرة، وطرح سعر عادل أمام المزارعين لتشجيعهم على الزراعة، والقيام بأعمال المتابعة والتحليل لمتابعة الأمراض التي تصيب المحصول. انطلقت المرحلة الثانية للقافلة السادسة للمساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتضمنت القافلة أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات. وللمزيد يطلعنا عليها الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. إليك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. نتابع سويا المساعدات الإغاثية التي دائما تتحرك من أماكن مختلفة في مصر وصولا إلى الأشقاء في قطاع غزة. بينما نحن نتحدث تصل إلى مدينة العريش المرحلة الثانية من القافلة السادسة للتحالف الوطني المحملة بعدد كبير من الأطنان، أكثر من 2000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وأيضا المواد الإعاشية مثل البطاطين. هذه الشاحنات بدأت بالفعل بالوصول إلى مدينة العريش لتتحرك بعد ذلك إلى معبر رفح المصري. بالطبع التحالف الوطني يطلق هذه القوافل منذ اليوم، يعني بداية العدوان الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة. تكاتف كبير من مؤسسات المجتمع المدني والشعب المصري بشكل عام للوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة. هذه هي بالطبع جزء بسيط
من الشاحنات الذي وصل بالفعل إلى مدينة العريش ليتحرك بعد ذلك إلى بوابة معبر رفح المصري. القافلة الأولى التي جاءت من التحالف الوطني كانت محملة بأكثر من 4000 طن من المساعدات الإغاثية المختلفة والمتنوعة وقد وصلت بالفعل إلى معبر رفح. نتحدث بالطبع أيضا عن استمرار خروج المصابين من الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. بالطبع أيضا بالإضافة لكل ذلك المجهودات المختلفة، معبر رفح لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى التي يعني بدأ فيها هذا العدوان الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، وما زالت هذه المساعدات تدخل عبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم إلى الناحية الأخرى. يذكر أيضا أن يعني المتحدث باسم الأمم المتحدة المتحدث باسمه تحدث عن يعني أن بوابة رفح المصرية هي من أهم البوابات وربما الأهم الذي يعتمد عليها الأمم المتحدة وكل المؤسسات في إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا بالطبع يدل على الدور المصري الهام والرئيسي والرائد دائما في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية وتحديدا في هذه الفترة بجانب الأشقاء في قطاع غزة. كانت هذه نظرة عن يعني الشاحنات التي وصلت بالفعل إلى مدينة العريش من التحالف الوطني تأخذ طريقها إلى معبر رفح. والآن عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو. وختام نشرة الثالثة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. الرئيس السيسي يبحث ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية تطورات الأوضاع الإقليمية والمشهد بالشرق الأوسط. جيش الاحتلال يواصل عملياته البرية شمال مخيم النصيرات وسط غزة، وبرنامج الأغذية العالمي يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار للتغلب على المجاعة. إيران تهدد برد قاس على أي تحرك لاستهداف مصالحها، وإسرائيل تدعو لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وعقوبات أمريكية مرتقبة على طهران. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.